في البدايه عايزين نعرف تعريف اضطرابات النوم. طب نعرف الاول ايه النوم الطبيعي؟ النوم عشان نعرف الاضطرابات بتاعته. بالظبط كده. طيب احنا النوم بيختلف في كل مرحله سنيه. الاطفال بيناموا مثلا عدد ساعات اكتر شويه اول ما بيتولدوا، بعدين بيبتدي ساعات النوم بتاعتهم بتبقى في رينج بتاع اللي هو المتوسط بتاع الكبار شويه، مع السن الكبير الطبيعي برضو ان ساعات النوم بتقل وكفاءه النوم بتقل. فدي تغيرات لما بنعرفها بنتقبل حاجات كتير. تمام. طيب احنا النوم الطبيعي علشان نتكلم عليه زي ما حضرتك قلت كلمه جميله، فتره الكافيه. احنا مختلفين، النوم بيتحكم فيه حاجات كتيره قوي، الساعه البيولوجيه بتاعتنا، الجينات بتاعتنا، في حاجات وراثيه طبعا، بقى هنتكلم بقى في الجزء الثاني بقى الظروف والنشاط اليومي وحياتنا وكل الكلام. صحيح. الافضل وحسب كل الكلاسيفيكيشن سيستمز او التقسيمات الدوليه بتاعت النوم والمؤسسات النوم العالميه وكده الامريكيه وكده، حتى ان المفروض النوم الطبيعي من 7 لـ 9. مؤسسات النوم في عندها سليب فاونديشن، وهي بتحط لنا كلاسيفيكيشنز يعني تقسيمات للاضطرابات. احنا الموضوع يعني ليه تقسيمات كده عشان نعرف امتى ده يبقى مش طبيعي، وهبتدي اعالج ازاي وهمشي ازاي. فاحنا بيبقى لنا سيستم كده في التشخيصات بتاعتنا. تمام. فالنوم الطبيعي هو من 7 لـ 9 ساعات، ده الافريج او المتوسط اللي المفروض كل الناس تنام هذه المده. في كان كلام تاني قبل كده ان في عندنا احنا اصلا متقسمين لونج سليبرز وشورت سليبرز، ناس بتنام ساعات اطول وفي ناس بتنام ساعات اقل، بس برضو بنتكلم في الرينج مثلا يعني لو اقصى حاجه مثلا 10 ساعات 11 ساعه اقل حاجه برضو ممكنه او تبقى صحيه ما تعملناش مشاكل، اللي هو 6 ساعات 5 ساعات 6 ساعات في ناس بتقدر تنام كده. بس متصلين برضو افندم متصلين ولا منطورين؟ ده الافضل توتال 6 ساعات ولا لازم ناخد 6 ساعات؟ هو لازم توتال على بعضيها، هي دي. ليه؟ النوم يتقسم الى مراحل. لو انا ما دخلتش في كل المراحل بطريقه سلسه منتظمه وخدت النوم كولكت على بعضيه كده منتظم تمام متكامل، مش هرتاح، هيبقى في حاجه ناقصه من النوم بتاعي، لان كل مرحله ليها مدتها. احنا النوم ينقسم لمرحلتين اساسيتين، مرحلة اللي هي اسمها النون ريم او اللي هي اللي ما فيش فيها حركة للعين، اوكي، دي اول مراحل النوم بنقعد فيها اول، هي بتبقى متكررة. وفي المرحلة الثانية للنوم اللي فيها حركة العين السريعة اللي بيبقى فيها بقى الاحلام وكده، ودي ليها برضو مواصفات اخرى. تمام. فانا بقعد في اول مرحلة دي ساعة ونص، وبعد كده هنا دي بقعد حوالي برضو 45 دقيقة، وبعدين ارجع تاني اخش. فهي مجموعة من السايكلز او الدورات لازم اخدها في مرحلة النوم علشان يبقى نوم مريح. كل ده بيحصل وانا نايم، كل ده بيحصل وانا مش حاسس باي حاجه. بالظبط. هو نشاط كامل للمخ بطريقه معينه، زي ما بقول لحضرتك كده، هي مرحلتين. يعني المرحله الاولى بتاعه النوم اللي هو ان انا اصلا ادخل للنوم. يعني فكره ان احط راسي على المخده انام، تمام، بس ما حدش يعني، ممكن احنا اطفال ما فيش زي ما حضرتك قلت اوفر ثينكينج ومشاكل والحاجات دي وكده، بس في طبيعي لازم اخد لي حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه لازم اخش في عشان مخي حتى يبتدي يهدى. الموجات اللي هي الموجات الكهربائيه بتاعه المخ وكده على ما تهدى وابتدي استعد لاستقبال هذا الضيف اللطيف يعني اللي كلنا بنحبه. تمام. فبناخد حوالي ربع ساعه اوكي او لحد مثلا ثلث ساعه ماكسيمم نص ساعه. تمام. على ما نخش في النوم فيبتدي المخ يبتدي يهدى بالموجات، وكل مرحله زي ما بقول لحضرتك بيحصل فيها تغيرات، ونخش بعد كده في المرحلة الثانية، ان كل مرحلة ليها اهميتها للجسم. كل مرحلة بيحصل فيها حاجة، تغيرات في الجسم، تغيرات في التنفس، تغيرات في ضربات القلب، تغيرات في حركة الجسم، تغيرات في نشاط المخ. كل مرحلة من دول مهمة ليها دور. حضرتك كنت بتتكلمي على مشاكل قلة النوم بقى، دي قصة تانية خالص. طب نتكلم برضو ايه انواع مشاكل النوم. تمام. مشاكل النوم يعني لو هنقسمها كده تقسيمة بسيطة، مشاكل في ان انا ادخل في النوم اصلا، تمام، دي مجموعة من المشاكل، مشاكل بتحصل اثناء النوم، ومشاكل في ان انا نوم زيادة او نوم بقى طول النهار انا مش مظبط. طيب ده عظيم جدا. في اي مرحلة من المراحل اللي حضرتك ذكرتيها دي لو الشخص اللي نايم ده قلق او صحي ما يعرفش يكمل نوم تاني؟ هي حسب ايه اللي صحاه. ساعات الواحد بيصحى من غير سبب. تمام. في حاجات اقول لحضرتك، يعني مثلا في حد بيبقى نايم في مكان مش مريح،
في حد بيبقى عنده مثلا زي دي بقى بتبقى شكوى متكرره كتير، بالذات كل ما حد يكبر في السن بيبقى اللي بيخشوا التويلت حاجات متكرره، مثلا اللي عندهم امراض مزمنه بيبقى في صعوبه في التنفس، في حس بتعب او بألم ما، ده ممكن يصحي ده من النوم. سبب. ده سبب. السبب التاني ان انا مثلا متعوده انا بصحى في ميعاد معين، زي ما حضرتك كده يوم الاجازه هنام بقى كل اليوم، لا حضرتك متعود، حضرتك حاطط سكيدجول، هو النوم برضو في حته العاده. يعني ايه؟ حضرتك متعود بتنام في الساعه في الوقت ده وبتصحى في الوقت ده، مش هيجي يوم الاجازه فجاه النوم هيبقى عارف ان احنا النهارده اجازه فمش هصحى، لا حضرتك هتقلق، نفس الميعاد بتاعك اللي حضرتك متعود ده عليه كل بالدقيقة، يوم. بالظبط بالدقيقة كمان، يعني بالظبط. 4 و12 دقيقة، هي 4 و12 دقيقة مش و13. اي لان حضرتك خلاص، حضرتك مش لسه بقول حضرتك في عوامل كتيره بتتحكم في النوم، الساعه البيولوجيه، حضرتك ظبطت الساعه بتاعتك، انا بنام في التوقيت ده، متعود بنام الساعه 1 2 هنام كده، هصحى 6 كل يوم على طول هفضل كده. الناس بقى اللي بتعاني من القصه دي مثلا الناس اللي هي بتشتغل شيفتس، مثلا حد بيشتغل بالنهار حد بيشتغل بالليل ونفضل النهار دي، طبعا ده بيعمل مشاكل كتيره في النوم. وعشان كده اكتر حاجه صحيه او يعني بتساعد جدا النوم ده يفضل صحي وكويس وما يتلخبطش، ان انا اثبت ميعاد النوم وميعاد الاستيقاظ بقدر الامكان. حاضر. بقدر الامكان. طيب، فكره ان الواحد ساعات بيبقى عنده متاح انه ينام، عنده وقت انه ينام، لكن قاعد مش بينام. تمام. برغم انه هو تعبان وهلكان وعامل مجهود بدني وعامل مجهود ذهني، كل المجهود اللي في الدنيا معمول، ومفيش مشكله مثلا بتؤرقه او كده، لكن مش بينام برغم انه هو متخيل انه هينام، والدنيا مظلمه وكل حاجه يعني متاحه وكل الظروف المحيطه متاحه انه ينام. طيب نرجع تاني عشان اقول برضو ان في مشكله في النوم، هل ده متكرر؟ ده اسبابه ايه؟ هل هو يوم معدى؟ يعني يوم عندي مشوار وعارفه وهعمل وهصحى بدري وبتاع، وعماله انا طول قبل ما انام عماله ارتب في دماغي وقلقانه وهظبط ده وافكر في ده، لا يمكن هيجي نوم، معناها حاجات بسيطه اللي هي النشاط اليومي بتاعي بس انا مشغوله بيه مش هنام. هل ده بيتكرر؟ دي بقى هنا نخش في الاضطرابات، لكن لو حصلت يوم مره مرتين كده بيبقى تمام. زي ما حضرتك بتقولي كده كل حاجة متاحة، يبقى ندور بقى على السبب. في حاجة أحيانا زي ما حضرتك بتقول المجهود الزيادة ده يخليك مش عارفة تنام. أنا تعبانة طول اليوم، عاملة نشاط كتير، أحداث اليوم كتيرة، غصب عننا بنفكر فيها، غصب عننا بناخدها معانا. ناس كتير الغلطة إني باخد كل النشاط اليومي ده والتفكير والأحداث صحيح. وقلت وحصل معايا وأنا داخلة أنام، لا أسيبهم بقى، مش بمزاجنا برضو دكتورة، يعني أنا مع حضرتك بس هي بتيجي بالتمرين، هي فعلا مش بمزاجنا، بس وإحنا صغيرين ما كناش بنعمل كده عشان ما كانش فيه هموم، ما كانش فيه ضغوطات، ما كانش فيه مشاكل، وبنعرف نفصل لأن إحنا صغيرين أهم حد عندي أنا. فبنعرف والله دكتورة في ناس من وهم صغيرة، لا في ناس من وهم صغيرة عندهم نومهم قليل بيتقال زي ما بيتقال عليه، أو صعب إنه ينام. يعني خليني أشخصن الأمور شوية، أنا عندي ولادي الاتنين، عندي ابني يقعد فترة طويلة جدا على ما ينام، بنتي لو أنا رمشت ألاقيها نامت وهي قاعدة حتى لو جه وقت نومها. فالقصة أعتقد إن في ناس طبيعتهم كده نومهم قليل. أنا بقول لحضرتك بس برضو قليل لحد فين؟ يعني هو قليل كام ساعة زي ما اتفقنا، والناس تقوم بكامل نشاطها وبكامل يقظتها عشان كده بقول لحضرتك ما احنا قلنا في ناس نومها قليل وده بالنسبة لهم كافي جدا، وفي ناس لا تحتاج نوم أطول، في ناس دخولها في النوم أسرع، وده برضو بيعتمد زي ما بقول لحضرتك كده على أنا بستعد للنوم إزاي. تمام. زي حضرتك لو أكتف وبيتحرك وبيتحرك، طبعا على ما يبتدي بقى يخش ينام هياخد له وقت، على ما زي ما اتفق حتى موجات المخ تخش المراحل النوم دي بتاخد شويه وقت، فهي بتيجي بالتدريب. حتى احنا لما طريقه استعدادنا للنوم بتفرق في جوده النوم. طبعا طبعا. لان حتى احنا في العلاج بقى بتاعنا لما بنيجي نتكلم على اضطرابات النوم، احنا حاجه عندنا مهمه جدا ان انا اعلم العيان ازاي هيستقبل هذا النوم، حاجه احنا بنسميها العلاج المعرفي السلوكي لاضطرابات النوم، ده دي حاجه لوحديها. لان زي ما حضرتك في حاجات بقى كتيره قوي بتتعمل، احنا داخله انام حاطه الموبايل جنبي،
كنت لسه قاعده اقرا على التاب، بخلص شغل على الكمبيوتر والحاجات دي كلها محطوطه حواليا، لسه مثلا بنتكلم في موضوع مهم قبل ما انام، في التلفزيون، في صوت حد بره، في ضوء، في كل ده ممكن ياثر، كل ده ياثر. طيب كل ده بالنسبه احنا اتكلمنا عن النوم بالليل، بالنسبه للنوم بالنهار الناس بينقسموا الى جزئين، في جزء بينام قيلوله ده بيبقى نام بالليل فبينام قيلوله بعد الظهر وبيقولوا ان هي مفيده، عايزين نعرف برضه من حضرتك ايه مدى الافاده. وفي ناس تانية زي ما كنا بنتكلم بتشتغل اللي هي الشيفتات اللي بعد الساعه 12 بالليل، بيشتغلوا شيفت مبيت في الشغل بتاعهم، فبيشتغل من 12 ل 8 فما بينامش بالليل، فطبيعي ان هو ينام بالنهار، ده خطورته ايه؟ طيب لو هنتكلم زي ما حضرتك بتقول كده، في ناس بتضطر، في ناس طبيعي بتحب بتاخد الناب اللي احنا بنسميها اللي هي الناب دي اللي هي الفتره بتاعه الظهر، زي مثلا حد مضطر يصحى بدري قوي بيضطر ينام متاخر، فبالنسبه له الساعه دي بتكمل يفصل الراوتر ويفتحه تاني. صح، لان النوم حاجه زي وظيفه حيويه هامه جدا لسلامه المخ والصحه النفسيه والجسد، مش بس المخ. ليها وقتها القيلوله؟ طيب ما هي أفضل طبعا وقت. افضل وقت ما تتاخرش مثلا عن الساعه 6، يعني ما ينفعش الساعه 6 بعد الساعه 6 حضرتك تدخل تنام، بالظبط 6 مساء. كل ما تبقى بدري شويه مثلا ايه من 3 4 تاخد ساعه ونص، مش اقل من ساعه ونص، علشان زي ما بقول حضرتك الموجة اللي هي السايكلز او الدورات بتاعه النوم تبقى كافيه، واللي هتصحى في صداع. طب ده واحد نام بالليل اوريدي، بالنسبه بقى اللي ما نامش بالليل خالص وشغال طول الليل، اللي شغال طول الليل ده بيحصل اللي هو السليب شيفتنج، يعني المخ بقى لازم برضه هينام. النوم وظيفه حيويه مهمه عامله زي الدين، الجسم هيسددها فهينام، هيروح بيته الصبح ينام وهينتظم بقى برضه، هنثبت بروح بيتي مثلا الساعه 8 ممكن افطر واقعد مثلا مع اولادي او حاجه او اشوفهم وبعدين انام بقى من 10 لحد مثلا 6. ده في خطوره عليه؟ يعني احنا قلنا ان النوم بالليل مثلا بيبتدي من الساعه 10 للساعه 6، اعتقد قلته اكتر من مره ان ده الوقت المناسب للنوم، هو ما بينامش الفتره دي، فهل النوم بالنهار فيه خطوره على اجهزه جسمه؟ طب لو هنتكلم على ان ده حاجه يعني بتحصل بطريقه منتظمه، يعني في ناس طبيعه شغلها كده، لو ده على طول مستمر لا مفيش مشكله، المخ عنده القدره ان يعمل السيت اب ده، ان يعمل الشيفت ده، خلاص انا بقى ميعاد نومي الصبح وبالليل ده انا صاحي. بس كل ما يبقى ده على فترات بعيده، يعني مثلا انا لو الشيفت بتاعي مثلا بشتغل كده شهر وبعد كده النوم يرجع تاني يتعدل شهر، يبقى بدي فرصه لتظبيط النوم، لان النوم بياخد لما بعمل تغيير في النوم ده بياخد حوالي اسبوع المخ على ما يحط زي ما حضرتك تقول السيت اب جديد، السيستم الجديد ويتاقلم عليه. لازم المخ يقف معايا بصراحه، مش هبقى مضغوط في الشغل وشغال طول الليل او اكتر عدو للنوم هو القلق والتوتر والضغط الضغوط دي، فنحاول نعمل جاب ما بين فتره انا رجعت بقى من الشغل، لازم يبقى في وقت بقى برتاح، ابتدي انظم افكاري، لو برتب حاجه للصبح مثلا لو ممكن هكتبها ارتب افكاري فيها بحيث خلاص عملت اللي عليا، انا داخله بقى ايه نقرا بقى حاجه لطيفه، في حاجات كتيره بقى بتساعد ان انا ادخل في النوم من غير هذه الضغوط والنشاطات الثقيله اليوميه دي. طيب انا كنت مره قريت ان القصه مش بقصه عدد ساعات النوم، القصه بقصه السايكل بتاعه النوم، انه لو انا نمت 7 ساعات وصحيت في وقت معين قد اصحى جسمي مش مستريح، زي لو نمت في انا مش عارفه بقى التوقيت، ولكن ان قطعت مرحله من المراحل الثلاثه اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليهم، لو انا قطعتهم ونايم عدد ساعات كبير هصحى تعبان، لكن لو انا خلصت الثلاث مراحل وصحيت بعد انتهاء المرحله الثالثه حتى ولا ان كان وقت قليل جدا جسمي هيصحى مستريح اكتر بكتير. اكتر حاجه بتخلينا نحس براحه النوم في مرحلة معينة من المراحل اللي أنا قلتها دي اسمها الديب سليب، اللي هو دخلنا في النوم العميق، دي أكتر فترة مريحة، دي اللي بنحس إن إحنا زي ما حضرتك بتقولي أنا صاحية كويسة، حاسة إن أنا كويسة. النقطة الثانية في حاجة عندنا اسمها كفاءة النوم، سليب افشنسي، ما أنا ممكن زي ما حضرتك بتقولي أقعد كتير في السرير لكن أنا مش حاسة إن أنا نمت كل ده، ده معناه إن أنا ما دخلتش في النوم العميق، فده بيقلل كفاءة النوم او احساسي بان انا ارتحت من مراحل النوم دي. تمام، فبنحاول بقدر الامكان ان انا ابقى محضره نفسي لهذا، ان انا ما يبقاش في حاجه تصحيني كل شويه او تقلقني، ده بيساعد ان كفاءه النوم تزيد، فحضرتك تقومي مرتاحه زي ما حضرتك بتقولي ابقى قايمه حاسه ان انا ارتحت.
طيب عظيم، في النهاية عايزين حضرتك تدي نصايح للناس كده اللي عندها اضطرابات في النوم، تعمل ايه قبل ما تنام؟ طيب اول حاجة نشوف ايه سبب مشكلة النوم دي. في ناس بتبقى طبعا من اكتر الحاجات السيئة طبعا الكافيين والحاجات دي لوقت متأخر، دي حاجة. نبطل الحاجات دي، ممكن نشرب حاجة دافية قبل النوم، طالما مثلا انا بخطط ان المفروض عايز انام مثلا على 11 12 كده، لا اخلي فيه جاب 5 ساعات مثلا او كده، ولو انا مش متعودة على الكافيين اقلله شوية. تاني حاجة طبعا الموبايلز والتابلتس وكل الحاجات اللي بتعمل بلو لايتس دي ما تبقاش معايا ولا قاعدة بشتغل عليها قبل النوم لفترة اتليست ساعة لساعة ونص، ابعدها خالص عني. المكان يبقى هادي، ابقى نايمة في مكان مريح، تبقى الأوضة دي او أوضة نومي او كده بالنسبة لي هو ده المكان المريح اللي بيستدعي النوم كده والاسترخاء.